اللي مثلا شعبي الظاهر حنا كان مثلا خاص قليل من الصبر شويه ديال اللعب والمسانده الاعلام المسؤولي ديال المدينة مكتب طاقم تقني قالنا بيد من اجل طريق اتحاد طنجة ان شاء الله يلح عليه في الجو في تفاصيل العقد على اعتقد كان سهلو مدته 4 سنوات الاجر الشهري ديال السيمات الزكي اجر محترم راعى فيه الاكراه المادي ديال الفريق كان فيه تنازلات صراحه وحيينا هذا المنبر هذا هو اللي كان يطلب من الجماهير ديال اتحاد طنجة فأنا جيت سعيد أول ما رجعت للمرة الثانية اتحاد طنجة وكنت فار الخير في المرحلة الأولى اللي كان يقول للجمهور ويصبر عنا لأن كان عارفوا الفريق كيدوز من المرحلة اللي هي صعيبة كيخصو يد المساعدة من الجميع وبالأخص من الجمهور تاعه وأنا هنا لهاد التحديات باش الفريق رجع للسكة تاعو الصحيحة ويفرح الجمهور ديال طنجة. قلت له ما تسناو مني والو هذا الموسم باش نقول لك نلعب على البطوله ما يمكنش يعني ما يتسناو والو هاد الموسم لا هاد الموسم نقدموا له امسيات جميله ونقدموا له فريق فريق اللي غادي يحمر له وجهه اللي غادي يمتعوا بكره جميله. الاختيار ديال السيد بدو الزكي من اجل قياده فريق اتحاد طنجة هاد المواسم الاربعه جاء بناء على مجموعه من المعطيات حنا كمكتب ارتئينا انه نظرا لظرفيه المرحله وحساسيتها وتوقيتها فإن بدو الزكي هو الخيار الأمثل لهذا المشروع. مشروع يمتد على 4 سنوات تكوين فريق تنافسي مستقبلي شاب هذا هو الهدف الأسمى. المرحلة الثانية ديال المشروع هو البحث على الألقاب لعب أدوار طلائعية باش نكونوا منصفين للجمهور ديالنا والمكتب ونمشيو في حدود الإمكانيات المادية والبنية التحتية اللي عند فريق اتحاد طنجة. نحن نجابه ونجاهد من اجل بنيه اعداد واحد بناء واحد اساس جيد لفريق اتحاد طنجة من اجل المستقبل لا اقل ولا اكثر. شكرا لك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.